هنروح جامعة سوهاج اللي نظمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لشباب الباحثين، وشارك فيه 400 باحث من 23 جامعة مصرية وعربية. المؤتمر ده بيستهدف تبادل المعارف بين الباحثين سواء المصريين أو في الجامعات العربية. النهارده من ارض جامعه سوهاج بالتحديد على ارض قاعه المؤتمرات الدوليه بالمقر الجديد للجامعه بنفتتح المؤتمر السابع لشباب الباحثين الدول الثامن لهم. الحقيقه في هذا المؤتمر بيقدم 250 من ابنائنا من شباب الباحثين 250 بحث مقدمه موزعه على اربع صالات: العلوم الطبيه الاساسيه والعلوم الطبيه التطبيقيه والعلوم الهندسيه والتكنولوجيا والعلوم الانسانيه. الحقيقه ده فرصه لابنائنا انه متبادل الخبرات والمعارف والمهارات في البحث العلمي مع ابناء الجامعات الاخرى، حيث يوجد لدينا سبع جامعات اخرى من خارج جامعه سوهاج تشارك في فعاليات هذا المؤتمر، وعلى مدى يوم كامل ان شاء الله بعد الجلسه الافتتاحيه اللي شرفنا فيها بحضور معالي الوزير اللواء المحافظ اللواء طارق الفخري، وايضا حضرها معالي الوزير الدكتور احمد جمال وزير التربيه والتعليم السابق. والحقيقه احنا يعني فخورين بهذا المؤتمر وبحجم المشاركه فيه من ابنائنا، وده فرصه عظيمه لتنميه القدرات البحثيه لابنائنا من شباب الباحثين. تم ادراج 400 بحث وبصة في هذا المؤتمر يناقش قضايا المجتمع الخارجي وقضايا العصر، وده من اهتمام وتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لتفعيل دور البحث العلمي بالجامعات وربطه بقضايا العصر وربطه بالمجتمع سواء الزراعة، الصناعة، الطب، والعادات والتقاليد والحرف اليدوية والحرف المهنية، وده من أساسيات الجمهورية الجديدة اللي هو ربط البحث العلمي بقضايا المعاصرة في الدولة وحلها، لأن طبعا الجامعات هي بيت الخبرة وهي فيها البحث العلمي وفيها الأساتذة، وهم اللي بيقولوا إيه اللي صح واللي ينفع واللي ما ينفعش بعد دراسات عميقة وطويلة. وجامعة سوهاج جامعة زاخرة ومؤتمرات بتتم فيها يوميا، ولكن هذا المؤتمر بيعد له لأنه مؤتمر سنوي شارك فيه جامعات مختلفة من العراق وفلسطين واليمن وليبيا والكويت والسعودية، فأهلا بحضراتكم جميعا.